صراحة هو درس كبير جدا، درس كبير جدا. لا يا مدير فني، كنت عامل ايه ما بين الشوطين يا باشا؟ ما انا عايز اعرف برضو. ما احنا يوم الجمعة قعدنا نحفز في اللعيبة بتاعتنا بعد ما طلعنا خسرانين الشوط الأول 4-0 والحمد لله رب العالمين، دخلنا الشوط الثاني طلعنا 5-1، إنما كنت خسران 1-0 من ليدز ودانيال جيمس عمل شوط عالمي ومسجل جون جميل جدا، ولاعيبة توتنهام مش شايفة قدامها جوه الملعب، وانزل الشوط الثاني اتفرج على توتنهام بيلعب أحلى 25 دقيقة من سنتين. لا 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 لا، ولا هذا أنطونيو كونتي يا باشا، هذا ما يعملها الا كونتي، هذا فعلا ما يعملها الا كونتي. كونتي لما يديك شويه تعليمات مع الصرخات اللي بيديها في الغرفه، لا 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 لا، اللعيبه كلهم نزلوا استرجلوا يا باشا. لا لا، الموضوع كان واضح ان ديلي الي حتى شعره وقف وكان ممكن يحلقه اساسا ما بين الشوطين. لا 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 لا، ابداع امتاع جمال، شكلنا هنرجع نتابع ماتشات توتنهام تاني وهنرجع نركز على كونتي، ونركز طبعا على الثلاثه 4 3 اللي هو بيحبها، ونركز على الافكار اللي هيعملها. بس بصراحه انا كان نفسي توتنهام يكسب النهارده، مكسب توتنهام يحطوا مركز سابع، نخش بقى في الجدول كده ونخش في الموسم كده بأريحية، وتوتنهام راجع بقى. كين ما سجلش، سون ما سجلش، بس بصراحة هولبرج عمل هدف جميل جدا بتاع الهدف الأول، والهدف الثاني كمان التكملة بتاعت ريجيلون بعد الفاول اللي إيريك داير لعبه وخبطت في لعيب ليدز وخبطت في العارضة، وداير رجع وريجيلون رجع كملها في المرمى تاني. روح 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 روح. ما يعيب بقى على كونتي هو انه بعد ما سجل الهدف الثاني قرر ان هو نركن الباص تاني، اللي هو انت عطلت ولا ايه بالظبط؟ ولا هي الفوقه دي بس ما بتجيش غير وانت خسران؟ ما احنا عايزين نفهم عم كونتي ده، حتى تغييراته كلها بسم الله ما شاء الله كانت دفاعيه، يعني راح مطلع مثلا جاف التنجانجا وراح منزل فينسون سانشيز، ودي حاجه عايز افهمها من كونتي وعايز اعرفه برضه، عشان خاطر سانشيز صعب جدا انك تقرر تلعب بيه، حتى لو هتلعب ب 3 4 3 او هتلعب ب 5 تحت، سانشيز ده ما يمشيش معاك عم كونتي، كملها بجافت لحد ما ربنا يكرم كريستيانو روميرو ويرجع. وقرر ان هو ينزل معاه رايان سيجرسون مكان سيرجيو رجلون، عشان خاطر رجلون بيهاجم بقى، فاحنا محتاجين حد يقف ويدافع زي رايان. وبعد كده راح قافلها خالص ونزل ديلي الي مكان لوكاس مورا في الدقيقه 88. تغيير ديلي الي دي عادي، بيدخل ديلي الي معاه في المجموعه وبيقول له لا تقلق، الماتش اللي فات كان فيه اوليفر سكيب، النهارده فيه لعيب زي لعيب مثلا هو غير اوليفر سكيب تقريبا وحط هاري وينكس النهارده، فعلا حطه هاري وينكس النهارده وقدر ان هو يطلع باول 3 نقاط ليه مع توتنهام بعد المباراه الاولى اللي كانت سلبيه جدا مع ايفرتون اللي اتحسب له ضربه جزاء فيها والفار رجع لغاها. فاتوقع ان بدايه حماسيه جدا من انطونيو كونتي لتوتنهام، وبدايه جيده مع توتنهام وتصبر، ونتمنى ان هي تستمر، ونتمنى عزيز تستمر معانا وتعمل لنا لايك لو الفيديو عجبك، او سبسكرايب لو الفيديو برضه عجبك، اما لو ما عجبكش فانزل اعمل ديسلايك كده باحترامك معلش.